فمثلا كان هناك هجوم في منطقة شاختورسك، 100 قتيل وأربعة دبابات و مصفحتان، تم تدمير عدد من الدبابات وعدد من المصفحات، وكذلك تم توجيه ضربة إلى الأفراد على الجبهة. ولكن عموما إنه هجوم واسع بدأ في منطقة فريمنسك وعلى محور شاختورسك ومحور زاباروجيا، بدأ باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي ويستمر حتى الآن. ونحن نتحدث هنا، هناك يجري القتال على عدة محاور. ماذا يمكن أن نقول؟ ولا واحد من هذه المحاور لم ينجح فيها العدو. لديهم خسائر فادحة، وهذا يناسبنا نحن طبعا. لن أذكر خسائرهم من عدد، من حيث عدد الأفراد، ولكن لديهم خسائر بنيوية لا تناسبهم. وأقصد أن من جميع الخسائر يقتربون من التقديرات التي يمكن أن نسميها كارثية من حيث الأفراد، وبنية هذه الخسائر غير مؤاتية لهم، لأن الخسائر كما نسميها قد تكون خسائر صحية أو خسائر نهائية. وعادة قد أخطئ الآن، تكون الخسائر النهائية بين 25 و30%، أما عندهم فنحو 50%. هذا أولا. وثانيا، إذا أخذنا الخسائر النهائية، واضح أن الجانب المدافع خسائره أقل، ولكن التناسب 10 إلى 1 لصالحنا، أي خسائرنا 10 خسائر القوات المسلحة الأوكرانية. ما يخص المدرعات، فقد خسروا خلال هذه الفترة أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مصفحة من جميع الأنواع. هذا ما نراه، كما أن هناك خسائر لم نرها بسبب أسلحتنا عالية الدقة وطويلة الأمد إلى تجمعات الآليات، أي أن خسائر أوكرانيا أعلى. ووفق تقديراتي يصل هذا إلى 25 أو ربما 30% من إجمالي الآليات التي وصلتهم من الخارج تقريبا. أعتقد أنهم لو عدوها بصورة موضوعية يتفقون مع هذا، لكن حسب ما رأيت من المصادر المفتوحة الغربية هذا تقريبا ما يقولونه. أي الهجوم ماض ونتائجه كما ذكرتها لكم الآن. خسائرنا من حيث الأفراد لن أذكرها، فهذا ليتكلم عنها وزير الدفاع. أما نحن مدرعاتنا خسرنا 54 مدرعة، جزء منها يمكن تصليحه. طب يومكم، سؤال عن كاخوفسكا، عن عواقب الاجتماعية وغيرها في هذا الاتجاه، وبرأيكم من هو المسؤول عن كل هذا ويستحق العقاب، وما هي المساعدة التي يمكن انتظارها من الناس في هذه المناطق أو للناس؟ المذنب معروف، الطرف الأوكراني سعى إلى هذا، فلن أقول لكم كلاما لست متأكدا منه بالمئة مئة. لم نلاحظ تفجيرات كبرى قبل انهيار السد، أو على الأقل هذا ما أبلغوني عنه، لكنهم كانوا
يضربون السد بصواريخ هايمرس بصورة منهجية ومتعددة. ربما كان لديهم متفجرات موجودة مسبقا، أو ربما أضافوا ضربة أخرى فبدأ انهيار السد، لكن هذا في كل الأحوال ليس من مصلحتنا بسبب العواقب الوخيمة على الأراضي التي نسيطر عليها. أما ثانيا فسأقول أمرا غريبا، أنه فشل هجومهم المضاد لأنه مناسب أكثر لروسيا لو هاجموا على ذلك المحور، فبسبب هذا الطوفان لم يحدث هناك الهجوم الأوكراني. لكن تعمل وزارة الطوارئ هناك وكذلك العسكريون والسلطات المحلية. تحدثت منذ فترة مع والي محافظة خرسون سالدو، فقال دهشت لتنسيق العمل على هذا المستوى. بالتأكيد هناك صعوبات، بعض الناس يرفضون الإجلاء، عندنا هذا يحدث أيضا أحيانا. فمثلا في نهر لينا حين كان هناك فيضان، بعض الناس كانوا جالسين على أسقف منازلهم ويرفضون المغادرة خوفا على بيوتهم. قد يكون هنا اعتبارات أخرى، أي نبذل كل ما بوسعنا. تعمل وزارة الطوارئ بنشاط وكذلك السلطات المحلية، كما انضمت وزارة الصحة، لأن علينا أن نقارب بكل جدية موضوع السلامة الإيكولوجية والصحية، لأن تحت الماء هناك مقابر الحيوانات والمقابر البشرية وهي مشكلة خطيرة لكنها قابلة للحل. يجب أن نضم هناك بناء على الوزير قوات الدفاع الكيميائي، وبتضافر الجهود أعتقد أنهم سيحلون جميع المشاكل بما في ذلك تأمين مياه الشرب. اليوم تحدثنا مع مرال حسن الدين سنضطر إلى إعادة إمدادات مياه الشرب وحفر آبار جديدة. العمل جار، ومع تراجع المياه ستحل المشاكل وفق ورودها. طبعا قضى الكثير من الماشية وكذلك الحيوانات البرية، هذا يحتاج إلى تنظيم وتنظيف المنطقة. وما يخص الناس فسيقدم للجميع منهم مساعدات وفق القوانين والمعايير الروسية. هذه الشروط معروفة ومسجلة في قوانيننا، وسنفعل ما نفعله لجميع مواطني روسيا ولكل مسكن. يجب أن يجري تقييم الأذى بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة. كومسومولسكايا برافدا، السؤال ربما لم يكن جيدا، ولكن عادة ما يطرحه الناس ويتوجهون إلينا وحتى القارئين ويطرحون قال حول نشاط العدو في ساحة المعركة، وكل أسبوع هناك أخبار عن الطائرات المسيرة وغيرها والهجومات التي تقوم بها. وبالطبع فالسؤال الملح هو أنه تجاه منطقة بلغاروتسك وهو كالآتي، فكيف يجب أن يكون المسألة كذلك بأن المسيرات تصل إلى الكريمل وتجري بنفس الوقت تجري عملية تحرير الدنباس، وأيضا يجب إخلاء الناس من هناك، فكيف يجي هذا العمل؟ ممكن أنت محق أيضا بالفعل بأن هناك خسائر كبيرة في هذه المنطقة، هم يخفونها بالطبع هناك ولكنها خسائر جدية وكبيرة.
وللأسف الشديد هم يقومون بإخفائها حتى على ناسهم هناك، ولكن هناك التجنيد يجري بشكل كبير وحتى في بولندا أيضا. وفيما يخص المسيرات والزملاء أيضا يعلمون هذا الأمر، فأنه كان الوضع نفس الشيء في منطقة حميميم عندما كانت المسيرات تأتي وترمي بالقذائف هناك في تلك المنطقة، ولكن قد تعلموا هناك التأقلم مع الوضع والرد عليها والسيطرة على هذه المسيرات بشكل سريع. ربما هناك هذا تصحيح، ولكن في بعض الأحيان هذا الأمر يجري بصعوبة، ولكن هو أمر محلول ويمكن السيطرة عليه. ومن جهتنا أيضا نحن نقوم باتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة لكي نجد المعدات اللازمة والمطلوبة للتصدي لمثل هذه الهجمات. وكقاعدة فأن المسيرات التي تحدثتم عنها هي دائما مصنوعة من المواد العصرية والخفيفة وأغلبها من الخشب حتى ربما، ويمكن طبعا الكشف عنها ورؤيتها بشكل سريع وبالطبع سيتم فعل كل ما يجب ليس فقط في موسكو وإنما في المناطق الكبيرة وأيضا مدن كبيرة. العمل يجري على هذا الأمر، ولكن كان من المستحسن بالطبع أن يتم هذا العمل في وقته لفعل ما يجب لمنع ما يحدث، ولكنني أعيد بأن هذه المسألة محلولة وسيتم حلها بالطبع نهائيا والسيطرة على هذه العملية. المشكلة طبعا موجودة، وأعتقد أنكم أيضا تفهمون ذلك، ولكن يجب أن نقوم بتوجيه قوتنا وعزمنا إلى حل هذه القضية وإلغائها تماما والقضاء عليها، وأيضا أن نتوجه إلى المسائل الأخرى الأكثر ضرورة ومنها الهجوم والتوجه للهجوم المضاد أيضا والجاهزية القصوى لذلك. هنا يمكننا الحديث طبعا عن تعزيز الحدود بشكل خاص، وأنتم بالطبع تعملون هناك وعملتم ورأيتم ما يجري ويتم العمل على ذلك على قدم وساق، وهذه المسألة أيضا ستتم وسيتم تعزيز الحدود بشكل جيد، ولكن إمكانية قصف حدودنا أو أراضينا من قبل الجهة الأوكرانية هذا الأمر يبقى قابلا وقائما دائماً. وبالطبع من خلال فعالية الصد للهجمات المضادة سيتم صد مثل هذه الهجمات ولن نسمح بذلك. وأما إذا ما استمرت هذه الهجمات فأننا سنقوم بدراسة الوضع بشكل آخر، وأيضا سنقوم بنشر القوات على المستوى المطلوب التي لا يمكن لهم بتخطي تلك المسافة والقيام بمثل هذه الهجمات. ولكن بشكل عام فأن في منطقة بيلغارودسك لا أحد هناك، وهناك العاملين على الحدود القوات الحدود موجودة ويعملون هناك. بالطبع المنطقة خالية، هذا أمر ليس جيدا بالطبع، ولكن يمكننا أن نتنبأ بأن العدو هناك، وكان يجب أن يتم التجهيز بشكل أحسن أو أفضل لذلك، ولكن العمل جاري على هذا وسيتم بالفعل كما يجب. بالاستمرار بهذا الموضوع، فإن وكالة العدو الإعلامية تعمل ربما في أراضينا، وهم أيضا لا يخفون بأنهم يقومون بالتأثير على الرأي العام، فإن مقتل دوغينا وغيرها من العمليات التي حدثت كل هذا يدل على أن جهاز الاستخبارات الأوكرانية هم يقومون أو
بالعمل على عملية استخباراتية تخريبية، فما هو العمل الذي يجري من جهتنا لمواجهة هذا الأمر والقضاء عليه ومنعه بشكل تام؟ على سبيل المثال أو بشكل تقريبي، فأن العمل المضاد أو ردة الفعل الجارية على هذه الأعمال، فيجب علينا أن نقوم بمحاربة هذا الأمر، ونحن نفعل ذلك بالطبع. وبالطبع أحيانا يتم العمل على أساس أصوات غير معروفة، العمل جاري، ولكنني أود أن أنوه إلى أنه على خلاف السلطات في أوكرانيا، نحن لا يمكننا أن نلجأ إلى الأساليب الإرهابية، فهناك لديهم نظام وهم يتعاملون بهذه الطريقة، على أنه النظام لديهم قائم على أساس الإرهاب والعمليات الإرهابية. فأما نحن لدينا وضع عسكري، ونحن لن نلجأ إلى الأساليب التي يتبعونها هم، ونحن نقوم بتوسيع عملنا لضمان الأمن والحفاظ على أمن أراضينا. وأعتقد أنا أيضا كل المسائل العالقة في هذا الاتجاه هي أيضا محلولة ويجري العمل عليها، وأنتم ترون بعض العمليات التي تجري، ربما يأتون بسيارة ويضعون فيها شيئا ما أو قنابل أخرى أو لم يتم فحصها بشكل جيد، فهذا الأمر يجري ولا أحد يتصوره أو يتنبأه تجري. ولكن عمليات حفظ الأمن هي جارية ومكثفة، وكل شيء نقوم به لضمان أمننا وأمن شعبنا ولمنع وصول مثل هذه المتفجرات، ولكن كل هذا مرة أخرى يدل على أنهم يتبعون أسلوبا إرهابيا في المواجهة. ويمكننا القول أو أن نقول تجاه أولئك الناس الذين لديهم أهداف إرهابية ويتحركون بهذا الشكل، هم لا يخشون على أمن غيرهم ولا يعترفون بالوضع العسكري ربما. أما بالنسبة لنا فنحن لا نحتاج إلى هذا الأسلوب، وأنا أتفق معكم في هذا الأمر. سيد الرئيس دولغوف ماكسيم، في خلال التوجيه الضربات وإلقاء النار، طبعا يأتي هذا الأمر مباشرة إلى المنازل والمباني وغيرها من مناطقنا، وتجري هذه في منطقة بريانسك وبلغراد وغيرها. ولكن فهل المساعدات التي تقدم إلى هذه المناطق هي كافية لضمان أمنهم؟ نحن على تواصل دائم مع قيادات هذه المناطق ونتحدث معهم، وأيضا نحن على علم بما يحتاجون إليه، وكل هذا يأتي إلينا أيضا موثقا بالأوراق وبشكل قانوني، ونحن قمنا بمناقشة العديد من القضايا وبشكل مطول. وقد تحدثت مع السيد مراد شهرنزيان حول منطقة بلغراد، وربما يمكن أن أخطأ، أو فهناك تم تقديم نحو مليار أو مليار و700 مليون من المساعدات إلى تلك المناطق. وأنا أشكركم على أنكم قد تطرقتم إلى هذه المسألة، ونحن بالطبع سنستمر في هذا العمل وسنساعد الناس هناك ونساعد كل عائلة، ونحاول أن نؤمن لهم كل ما يحتاجونه، وهذا أمر ضروري بالطبع بالنسبة لنا. والموارد لدينا كافية لتقديم المساعدات، وستصلهم كما يجب وفي الوقت المناسب بالطبع.
سيد الرئيس رودينكا، قناة روسيا. في الوقت الحالي قطاع الصحة أو القطاع الطبي في دونباس هو قد تأزى، وهناك أيضا عدم اكتفاء في العاملين هناك، والأجهزة مثل الأجهزة الضرورية التي تقوم بالتصوير المغناطيسي وغيرها، وأيضا هناك ربما يتم هناك أدوار للحضور إلى الأطباء على مدى مدة 4 أو 3 شهور، وهذا الأمر بالطبع صعب بعد ما. فهل هناك يمكن تسريع أو أن يتم العمل بتسهيل الوضع هناك؟ بالطبع بالطبع العمل جاري، فهذه المسألة لا تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لعدم تواجد الأجهزة الطبية الكافية هناك، فهذا ليس بسبب العملية العسكرية، وإنما كانت هذه الأدوات وغير موجودة هناك قبل ذلك، لأن هذه المناطق كانت تحتاج إلى مثل هذه الأجهزة. ربما كانت هناك جهاز أو جهازان فأحدها تعطل ويتم إصلاحه، وكان بعض الناس أيضا يلجؤون إلى الذهاب إلى الأطباء أو إجراء مثل هذه التشخيصات أو الفحوصات بالسفر إلى القرم للحصول على المساعدة الطبية اللازمة، ولكن الآن يتم تصليح الوضع وتقديم الأجهزة وأيضا فأن بعض المناطق هناك الآن المتوفر لديهم أصبحت على مستوى المناطق الروسية أيضا، حتى أنه تم تقديم مساعدات بنحو 17 مليارا إلى تلك المناطق لإمدادها بما يلزم، ولهذا فإن العمل جاري، وحتى أن المنشآت الخاصة بالأطفال ودور الروضة وغيرها قد تم إمدادها بالمعدات، فنحو تم تجهيز نحو 1000 مدرسة، وأيضا للمنشآت الأخرى التعليمية وغيرها يتم العمل على قدم وساق من أجل تجهيز هذه المنشآت وإمدادها بكل ما يلزم.